صباح الخير. العفو، صباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير. الساعة عندي الآن مش عارف، المهم يمكن 8 تقريبا أو 9، الساعة 9. احنا في ولاية نيويورك في بافلو. أنا بس حابب أنوه عن شغلة هنا. طبعا أنا حكي بالعربي، باللغة العربية، وبعدين حنترجمها. أنا وإخواني اللي بنشتغل في بمجموعة سيارات، نادرين إن شاء الله في هاي الأزمة اللي إحنا بنمر فيها إن إحنا ننقل أي مواد لأي شركة موجودة في بافلو. مستعدين ننقل لها مواد أو للعوائل المتضررة أو للشركات أو لأي حدا موجود في مدينة بافلو. مستعدين ننقل لهم أي شيء ببلاش، يعني بس يعطونا تنبيه إنه إحنا مثلا في اليوم الفلاني محتاجين ننقل بضاعة، محتاجين ننقل أي شيء. إحنا عندنا سيارات، مجموعة سيارات، مش بس هاي التريلا، في مجموعة تريلات ممكن ننقل لبافلو أو لأي شركة أو لأي منظمة، ممكن نقدر ننقل لهم ببلاش يعني فري. فإحنا بدنا نقدم مساعدة في الظروف اللي بتمر بها البلد أو بيمر بها الشعب أو بيمر بها. فأنا حبيت أنوه بهذا الفيديو لكل الناس اللي حابة أو عندهم أي بضائع أو عوائل، مثلاً المنظمات اللي موجودة في بافلو مثلاً محتاجين نقل، فإحنا مستعدين ننقل يعني أي بضاعة أو أي شيء. وبعدين مش بس هاي التريلا مثل ما حكيت، في مجموعة تريلات وفي حتى سيارات صغيرة، حتى تراكات. فمستعدين ننقل لأي شركة موجودة في بافلو أو منظمة إنسانية، مستعدين ننقل أي بضائع موجودة هنا في بافلو. فأي شركة أو أي منظمة موجودة في بافلو إحنا مستعدين ننقلها، حتى في روشستر، في سيركيوز، يعني مسافات ما تكون يعني لحد تقريبا سيركيوز يعني. فإن شاء الله أي منظمة، بالنسبة للمنظمات العربية اللي موجودة هنا في نيويورك أو في بافلو أو في شلالات نياجرا، إحنا مستعدين ننقلكم بضائع لتريلات مالتنا. والله سبحانه وتعالى ييسر الحالة، إن الظروف اللي بنمر بيها كلنا في جميع الجنسيات، إن كان أمريكان أو عرب أو من أي جنسية، كلنا بنمر بظروف صعبة. فإن شاء الله إحنا مستعدين ننقل ومستعدين نساعد في هاي الظروف إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا، وأنا نوهت بهذا الفيديو لأي منظمة أو أي شركة أو أي حتى حالة إنسانية، بضائع أو حتى لو مواد غذائية يعني. فمستعدين ننقل بالتريلات ومجموعة سيارات، مش بس هاي، عندنا مجموعة سيارات إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا، والله يعدي هالظروف على خير بإذن الله.